فيتوريا ورحل فيتوريا البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول يقترب من الرحيل أو قل رحل. السؤال وماذا بعد؟ ده سؤال مهم بقى جدا. وماذا بعد؟ معنا على تليفون ناقدنا الرياضي البارز أستاذ شريف عبد القادر، أهلا بيك. أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين. طيب يرحل فيتوريا أو رحلة صح كده؟ هو بص حضرتك، بس عشان إيه حضرتك بتقول وماذا بعد؟ هو وماذا قبل الأول؟ إحنا ماسكين في الديل وسايبين الراس. هي القصة مش قصة رحيل فيتوريا، مش رحيل فيتوريا، رحيل منظومة مسؤولة عن جيبان فيتوريا أصلا وثابته لحد ما حصلت الأزمة اللي احنا فيها دي، الأزمة اللي احنا عايشينها دي بقالنا أكثر من 10 أيام وما اتخذش قرار فيها. احنا لسه بنتفاوض مع مدرب على شرط جزائي والكلام ده. مين اللي عمل له عقد بالشرط الجزائي ده؟ ومين اللي اداله المساحة دي ان هو يقعد 4 سنين مع المنتخب واحنا ما نعرفش هو ايه او مصيرنا ايه معاه؟ مين اللي سمح له بده كله؟ مين اللي سمح له بالاختيارات دي؟ مين اللي سمح له يعني، مين اللجنه الفنيه اللي رجعته في اختياراته للعيبه المنتخب انه ياخد 4 5 لعيبه مصابه مع المنتخب ما يلعبوش ويبقوا في القايمه على حساب لعيبه تانية اجهز؟ حاجات كتيره. احنا لازم نعالج المنظومه الاول. القصه مش كقاره فيتوريا، مع ان النهارده هنجيب فيتوريا وهنجيب مدرب تاني يجرب فينا برضه. يبقى احنا لازم نعالج السبب الجذري، يعني نعرف جذور المشكله ايه ونشتغل على علاجها. بص يا استاذ يوسف، قول طول ما اللي بيدير الكرة في مصر هو هيفضل هذا الحل، هيفضل هنفضل في هذا الوضع طالما مش محترفين إدارة وإدارة كرة القدم. هو حضرتك هتحاسبه إزاي؟ حضرتك دلوقتي هم أخطأوا، هتحاسبه تقول له يقول لك أنا متطوع، أنا وأنا باخد منها حاجة؟ مع إن هم من ساعة ما جم ما بيعملوش حاجة غير إن هم بيسافروا ويصرف بدلات ويصرف بدل سفر ويصرف مش عارف مكافآت ويصرف. وهو هل التطوع يساوي عدم الاكتراث او التطوع يساوي ان انا ما اشتغلش بمنتهى الهمه؟ يا فندم ده غطى كزوزه بيحطه، ده غطى كزوزه بيحطه كده بس. وفي الاخر وعضو مجلس اداره ورئيس اتحاد، وده الكلام ده مش في الكوره بس، في كل الاتحادات الرياضيه عندنا هتلاقيه كموظف سابق مش عارف. والله مش كله يعني، مش عاوز اجمع كله في نفس ذات السله، لان انا عندي اتحادات حلوه بصراحه. لا اتحاد اليد طبعا مثلا، اتحاد السكواش، اتحاد السكواش دي اتحادات شغاله، اتحاد الخماسي الحديث دي اتحادات شغاله، لكن في اتحادات ثانيه حدث ولا حرك حضرتك، يعني الغياب غايبه خالص. وعايز اقول لحضرتك اللي بيقول انجازات او ان احنا عندنا انجازات على في الالعاب الفرديه، دي اجتهاد شخصي من اللاعب نفسه. طيب ده يخليني ده يخليني يا استاذ شريف اسال، ايه هي المواصفات اللازمه المطلوبه للمدير الفني الجديد ومن ثم نضع ترجيحات، يعني نقول عايزين فلان او ترتان؟ اولا المواصفات الاداري لاتحاد الكوره، لازم يبقى اداري ناجح مش لاعب كوره، او واحد كان عضو منطقه او كحد كان رئيس نادي سابق فيجيبوا عضو مجلس اداره الاتحاد عشان تطبق عليه الشروط. لا، اهم شرط ان هو كان اداري ناجح في مكان ما، اداري ناجح يعرف يدير عمل احترافي، ده اولا. ثانيا المدير الفني، لازم المدير الفني عنده خبرات بافريقيا، مدير فني عنده افكار، مدير فني عنده طموحات، مش مدير فني جاي يسترزق عندنا في مصر. مين الاصلح في راي الاستاذ شريف؟ مين الاصلح في راي الاستاذ شريف؟ في مصر؟ في مصر ما فيش مدرب في مصر خالص، احترامي كل اللي موجودين في مصر، ما فيش مدرب وطني في مصر يصلح لقياده المنتخب في التوقيت الحالي. طب مين من بره اللي يصلح في هذا التوقيت؟ هيرفي ريناس ده كان موجود ومتاح قبل 2019 بعد كوبر، وللاسف الشديد البيزنس والمصالح الخاصه والزيس والكلام دوت هو اللي بعده على المنتخب، وكان ممكن يجي. الوحيد اللي يصلح لتدريب منتخب مصر وعنده تجربه سابقه، تجربه ناجحه مع زامبيا ومع كوت ديفوار، فاز معاهم بدوري بطوله بامم افريقيا، هو الفرنسي هيرفي رينار. في ناس بتقول ان في مفاوضات شغاله. المفروض سمعنا يعني، مجرد سمع. لو الناس دي بتدور على صالح الكره المصريه هو ده اصلح واحد في هذا التوقيت. لكن في مصر شايف انه ولا واحد. بص يا كابتن، اصلها مش فهلوه.
ولا اسماء. انت ممكن تبقى كنت لعيب كبير جدا وفز وكل حاجه، بس لا تصلح لقياده المنتخب. المنتخب ده حاجه ثانيه خالص. تاخد نادي في وسط الجدول تفوز بيه ماتش وتخسر ماتش وتتعادل ماتش، لكن قياده منتخب ومصير بلد في الكوره يقودها لاعب عشان كان تاريخه هو لاعب قوي، او عشان مدرب متحمس شويه، او عشان مدرب حماسي يعني انا قريت بعض الاخبار او بعض التقارير بتشير الى انه كابتن حسام حسن هو المرشح الاقوى الى انه يبقى المدير الفني القادم. بص يا استاذ يوسف، بص مع احترامي الشديد لكل الاسماء، مش عايز اقول اسم بعينه، كلها ناس محترمه وناس دماغي وكل حاجه. تدريب منتخب مصر محتاج مواصفات خاصه. مواصفات خاصة مش موجودة في المصريين، من الآخر، عشان بس ما تتعبش نفسك ولا تتعب المشاهدين مع حضرتك. ربنا يستر. مش موجود. احنا مش عايزين نتعب المشاهد، احنا مستعدين احنا اللي نتعب. اشكرك جدا جدا يا استاذ شريف. صعب. ربنا يخليك يا فندم، الف شكر. شكرا ليك استاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي الكبير والمعروف طبعا.